التحية متواصلة والانطلاقات مستمرة على بركة من الله سبحانه وتعالى. أعلنت بداية وانطلاقة الشوط الثاني والعشرون وشوط الختام للقاء الأبكار مسافة 4 كيلومترات. نسير بحضراتكم مع هذه الأسماء المميزة والشعارات الرائعة والتي تأتي بحضور هؤلاء الأبطال. البداية مع شف على البداية لهجنم الزبار سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري مع شف على البداية وعلى المركز الأول. نتابع وإياكم النقلة والدور إلى المركز الثاني حيث الانطلاقة والتغيير من قبل الاسم التي غيرت هنالك حور لهجن الشحانية محمد أو هنالك الانطلاقة من قبل هذه البطلة وهي الآن لبرقة لهجنم الزبار علي بن سالم بن متعب الصعاق من يغير بدوره إلى الصدارة وينطلق إلى المركز الأول. شف هي التي تتقدم على المركز الثاني انطلاقة المركز الثالث. الحذرة هي القادمة هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران يتقدم على المركز الثالث انطلاقة المركز الرابع. الحضور والتواجد من قبل هقوة التي تحضر الآن وتتواجد لهجنم الزبار زيد بن محسن بن انديلة يتواجد ويتقدم بن انديلة في عملية التضمير على المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس هنالك الحضور من طماعة لهجن نم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يتواجد على المركز الخامس. أتممنا على حضراتكم وعلى مسامعكم الكريمة الخمس المراكز المتقدمة الأهم والأبرز في هذه الانطلاقة. ولكن العودة إلى البداية العودة إلى المركز الأول إلى شف التي غيرت إلى الصدارة هلان وانطلقت إلى المركز الأول لهجنم الزبار وسالم بن سعيد بن دلهم الهاجري يتواجد على البداية ويقدم لنا شف على المركز الأول. هذا هو بن دلهم الآن يتواجد بعدما نقدم لنا أسماء ونوعيات مميزة في هذا الصباح. هذا هو الآن يأتي مع انطلاقة شف. نتابع وإياكم المركز الثاني. هقوة هي التي تحضر الآن تتواجد لهجنم الزبار وبن انديل قادم بكل قوة يتواجد سهيل ويقدم لنا انطلاقة هذه البطلة على المركز الثاني انطلاقة المركز الثالث. التواجد من قبل طماعة لهجنم الزبار وخميس بن سعيد الغوشري على المركز أو هنالك الحضور من قبل طماعة لهجنم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني مع المركز الثالث. مع طماعة المركز الرابع انطلاقة همة لهجنم الزبار وهنالك الداب حمد بن محمد بن علي بن جرحب يتواجد مع المركز الرابع. المحنك بن سلامة مع حظ التي تتواجد مع المركز الخامس لهجنم الزبار وعبد الله بن علي بن سلامة. ولكن نعود إلى البداية إلى شف على الصدارة على المركز الأول لهجنم الزبار بقيادة سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم. الأسماء قادمة يا بن دلهم، الشعارات واصلة يا بن دلهم. الحضور من قبل طماعة، طماعة هي الحاضرة لهجنم الزبار وبقيادة الشهواني والذي يحضر وصل بن سلام. بن سلام الله 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 على هذا الوصول. حضرت حظ الآن وتواجدت لهجنم الزبار عبد الله بن علي بن سلامة بن سلامة وبن دلهم والشهواني مع اختلاف الأسماء ولكن بشعار واحد بانطلاقة واحدة. ولكن هذه هي أيضا طماعة 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 وشف شف وطماعة والأمتار الأخيرة اللحظات الجميلة. ولكن شف الأقرب إلى الانتصار
الانتصار، الاقرب الى الابداع، الاقرب الى الانتصار الجميل والرائع. تهانينا تهانينا والف مبروك. والنقطة الثالثة مع هذا الشعار الذي قدم لنا انطلاقة شف بالمركز الاول بانطلاقة هجوم الزبار وسالم بن سعيد بن دلهم الهاجري. المركز الثاني كان الحضور والتواصل من طماعة لهجوم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. والمركز الثالث تواجدت هنالك وداد لهجوم الزبار محمد بن مخيت بن برقان. والمركز الرابع كان التواجد من حور لهجن الشحنية محمد بن خالد العطية. والمركز الخامس حضرت همة لهجوم الزبار محمد بن محمد بن علي بن جرحب. نعود وإياكم إلى التوقيت الزمني، لحظة وصول هذه البطلة إلى خط النهاية وشف لهجوم الزبار سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري. 6 دقائق 11 ثانية، 93 جزء من الثانية. تهانينا والمبروك يا بن دلهم على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني كان الحضور من قبل طماعة لهجوم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. 6 دقائق 12 ثانية، 47 جزء من الثانية. والمركز الثالث تواجدت في هذه اللحظات وداد لهجوم الزبار محمد بن مخيت بن برقان المري. 6 دقائق 13 ثانية، 17 جزء من الثانية. توقيت الحاصلة على المركز الثالث. مشاهدينا الأفاضل متابعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصباحية، أول الأشواط الرئيسية وأول الانطلاقات الجميلة. حضرت شرح بالمركز الأول لهجوم الزبار وكان متواصلا الصارم محمد بن مخيت بن برقان من قدم لنا شرح بأول الأشواط. بالنسبة لفئة القعدان فحضر الفائز لهجن الشحانية وقدم لنا البرنس أداء مميز وحضور كبير وجميل في هذا الصباح جار الله بن محمد بن عقيل. بالنسبة لأول أو لأفضل توقيت زمني مع انطلاقة البصير من حضر في الشوط الثامن لهجن أم الزبار وقدم لنا البصير زيد بن محسن بن انديلة. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المميز والجميل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.